لو الحكاية فيها إن فيتو مبشره بحاجه كويسه ان شاء الله. بس احنا يعني كنت عن تجربه في المنتخب الاولمبي اللي قبل كده، احنا كنا مجموعه كويسه جدا وكان كل الناس متوقعه ان احنا نروح ناخد البطوله بسهوله. الموضوع مش محتاج اللي هي لعبه كويسه بس، هي محتاجه رجاله بس ملتزمه، ان هي في تفاصيل صغيره اللي بتفرق في البطولات او تفرق ان انت تخليك فارق عن الناس كلها. مش كوره، الموضوع كله مش كوره. حتى الفنيات في وقت ما تبقاش محتاجه، محتاج لعيبه رجاله تموت نفسها، قلبها على قلب، قلبها على بعض كلها تشيل بعض. وده اللي احنا بنتمناه يبقى موجود الفتره دي مننا عشان نوصل لحلمنا اللي احنا كنا بنلعبه كلنا عايزين نوصله للاولمبياد. وان شاء الله قادرين ان احنا نعملها. منتخبنا منتخب كويس، معانا جزمه فني محترم بيقدم لنا كل حاجه، مش مصر مفيش حاجه مأخرين علينا، حتى لبسنا حتى كل حاجه جابها لنا. فدي حاجه كويسه، هم مساعديننا معادنا في النادي النظيف، كل الحاجات دي تفرق معانا. كل الحاجات دي كويسه وان شاء الله نقدر نعمل اللي احنا عايزينه نوصل للاولمبياد باذن الله ان شاء الله.